الشيخ عبد الله السويلم. شيخ عبد الله اهلا بيك. اهلا بكم، حياكم الله. حياكم الله يا شيخ عبد الله. شيخ عبد الله، هذا الكلام اثار غضبا شديدا، يعني ان زنا المحارم انك تعمل علاقه مع اختك اهون او امك اهون من ترك صلاه الفجر. يعني أن ترك الصلاة الفجر عمدا، أنت بين كلمة عمدا، يعني متعمد أن يتركها حتى يخرج وقتها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المحققين بقضية هل يكفر أو لا يكفر. أما الزنا، عموم الزنا والزنا بالمحارم يدخل في ذلك، فهو معصية لا يوصل إلى الكفر إلا إذا استباحه، يعني إلا إذا قال الزنا حلال. أما لو وقع بالزنا مجرد شهوة فإنه لا يصل إلى الكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: وإن زنا وإن سرق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنا وإن سرق. يعني أنا بس خليني في المقارنة، يعني انت ما بتعتبر انه زنا المحارم اهون واقل سوءا عند الله سبحانه وتعالى من ترك صلاة الفجر. نعم، وكبر تارك صلاة الفجر عمدا. يعني اللي يعمل علاقة ده مع اخته ومع امه، هذه الجريمة التي لا يتخيلها عقل ولا يتصورها، هذه جريمة ومستقبحة، وصاحبها يقتل لو ثبت عليه الحكم. لكن ما انت هتشجع عليها يا شيخ عبد الله لما تقول للناس ده اهون من ترك صلاة الفجر؟ لا لا، ما اللي بيعملها انت بتدي له شماعة ومبرق، ايه يعني؟ وكأني سبت صلاة الفجر ركعتين، ايه يعني؟ اسمع حضرتك الله، لا انا اعظم صلاة الفجر وتسهل زنا المحارم. الركعتين هذه توصل تسهله، الركعتين هذه توصل كلا الجنة أو تدخل كلا النار. صوتك بس يا شيخ عبد الله عايز أوضحه شوية. بتقول إيه؟ أنت عايز يعني عايز تعظم صلاة الفجر، ترك صلاة الفجر، فتقوم تسهل وتكافئ من يقوم بزنا المحارم. لا يا أخي، لا تفهم بهذا الفهم. افهم أن الزنا بالمحارم من أخطر الجرائم وأشدها وأقبحها، ومع ذلك ترك الصلاة أشد من ذلك. ده أنت قلت زنا المحارم ده يعني لو واحد عمل علاقة مع أخته يغسل ويصلى عليه ويكفن، لكن تارك اللي ساب صلاة الفجر لا يغسل ولا يصلى عليه. إيه نعم، هذا كلام أهل العلم. إذا تعمد ترك صلاة الفجر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى. أنت تعطي مكافأة لمن يسقط في مستنقع زنا المحارم. لا يا شيخ، الوقوع في مستنقع زنا المحارم ولو الوقوع في مستنقع النفاق. إن المنافقين يخادعون الله ويخادعون إلى الصلاة قاموا كسالى. طب خليني يا شيخ عبد الله عشان نسمع وجهة نظر وترد عليها الشيخ صبري عبادة مستشار وزير الأوقاف. يا شيخ صبري أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل. شيخ صبري، هل الكلام ده صحيح؟ زنا المحارم أن تقيم علاقة مع أختك أمك بنتك أهون عند الله سبحانه وتعالى من ترك صلاة الفجر؟ هل ده له علاقة بالإسلام هذا الكلام؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكلام باطل أصلا وفرعا، ولا يجوز، ولم يصدر حتى عن أبسط تلميذ من تلامذة أهل العلم كما يقول. وأن عبارة أهل العلم الذي يقولونها دعاة السلفية ودعاة التكفير والذين لا يعرفون صغيرا ولا كبيرا عن الإسلام، يمرقون من الأدلة الشرعية الثابتة ثبوتا واضحا وقطعية الدلالة بكلمة أهل العلم. نحن بين أيدينا قرآن وسنة
ثم ننتقل إلى تفسير أهل العلم وفهم أهل العلم كما يقولون من العلماء الأدلاء للقرآن والسنة الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرية التفكير حسب مقتضيات العصر ومتطلبات العصر. طب ندخل بقى في مضمون الكلام لأن الكلام صادم قوي. يبقى إذن أولا هناك قياس مع الفارق وهو قياس باطل أو فاسد. أن نقيس العلاقة التي يقيمها الإنسان مع أهله وأهل بيته وزنا المحارم مع ترك صلاة الفجر. ولعل الشيخ نسي أن زنا المحارم من أكبر الكبائر، بل أن القرآن الكريم جعل قذف المحصنات وليس ارتكاب جريمة الزنا من كبائر الإسلام. أما ترك صلاة الفجر أو الصلاة عامدا متعمدا دون إنكار فهذا ليس بكافر يا شيخ عبد الله، ولكنه إنسان عاصي يستتاب فيما بعد، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا. بمعنى لو كان إنسان عاصي وترك بعض الصلوات عامدا متعمدا ولكنه غير منكر لوجوب الصلاة عليه يجوز له أن يأتي بالصلاة، لكن إذا ارتكب كبيرة من كبائر الإسلام وهي زنا المحارم، أي توبة يا شيخ عبد الله يتوبها هذا الرجل أن يقام عليه الحد من حدود الإسلام؟ أي أن التوبة في زنا المحارم حد من حدود الإسلام، ولكن التوبة في ترك الصلوات عامدا بأن تأتي بالصلاة مرة أخرى. ده هو قال الـ يعني إذا أقمت علاقة مع أختك ومت تغسل وتدفن ويصلى عليك، إذا تركت صلاة الفجر لا تغسل ولا يصلى عليك. أولا بالنسبة للتكفين والصلاة، كل من ثبت وعرف بين المسلمين أنه مسلم واجبا على أهل الإسلام أن يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه، وأمره مفوض إلى الله. وقال الإمام القرطبي يا شيخ عبد الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم أن حتى المغايرين للدين في الدين الإسلامي، يعني بمعنى هو مش مسلم طول عمره، لا يجوز لي أن أرميه بالكفر أو أنه مات على الكفر، لأنه ربما يكون أعلن إسلامه أو دخل في الإسلام قبل أن يموت بلحظات. طيب. أنا بس شيخ صبر عشان بس أدخل في ده، يعني مش شايف أنه ده تشجيع على زنا المحارم؟ هذه يا أستاذ وائل فتاوى الشاذة والمضللة التي يتبعها دعاة التكفير والجماعات الإرهابية لكسب شباب وكسب الشباب البسطاء الذين لديهم غريزة ومسلك، كما يقولون في المثل العادي حط في رقبة عالم واطلع سالم. الشيخ عبد الله قال زنا المحارم يعتبر خطيئة هيئنا وليست كبيرة من كبائر الإسلام، وأن ترك صلاة الفجر تعتبر كبيرة بل كافر، يعني كفر من لم يقم بصلاة الفجر عامدا دون سند من القرآن أو من السنة. دعاة التشدد والفكر التكفيري والجهادي يتبعون هذه الفتاوى من هوى أنفسهم ليجذبوا البسطاء والذين لديهم الرغبة في إطلاق العنان للنفس البشرية أن تفعل كما تشاء، ولكن الإسلام جعل ضوابط وحدود محددة نقول لهم إذا أردتم أن تتعلموا فتعالوا لتتعلموا. طيب. خلينا أسأل الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله، يعني سمعت لكلام الشيخ صبر عبادة، واللي أنا بهتم بيه هو أنه هذا الكلام الصادم أنت تقدم منحة وخدمة وتبريرا لخطيئة كبيرة وتهون منها وهي زنا المحار، يعني لم تكن في حاجة إلى هذه المقارنة. لو عاوز تفضل. أولا أشكر فضيلة الشيخ صبري جزاه الله خير على هذه المعلومات وهذه الإفادة، لكن سؤال وجه للشيخ صبري الآن، هل الزنا بالمحارم يكفر صاحبه؟ هل زنا المحارم إيه؟ يكفر. هل زنا المحارم يدخل صاحبه في بوابة الكفر يا شيخ صبري؟ لا لا لا، هذه الكلمة وكلمة الكفر
لا يستطيع أحد أن يقيمها على أحد من أهل القبلة إلا أن يقر. أنا عاوز أقول للشيخ عبد الله، إذا كان زنا المحارم أقل جرما من ترك صلاة الفجر، أمال الزنا بالأجنبية يبقى حلال ولا إيه يا شيخ عبد الله؟ حرام حرام، كبيرة كبيرة من الكبائر. وزنا المحارم يبقى إيه؟ كبيرة من الكبائر، لا يصل إلى الكفر. يبقى إذا أنت النهاردة لما تضع قياس مع الفارق اسمه قياس فاسد. اتعلم يا شيخ عبد الله إيه معنى القياس، وأن تقيس قضية بقضية أصولية، أن قضية إقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام، وأن العلماء الأدلاء وحبيب الله صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الفجر وهو نائم، لم توقظه في غزوة تبوك إلا حرارة الشمس. حبيبك النبي يا شيخ عبد الله ترك صلاة الفجر ولم توقظه هو والمسلمون الأول إلا حرارة الشمس، ليضع لنا إجازة أو فسحة، أن من نام عن صلاة الفجر أو ترك صلاة الفجر ليس كافرا، ولكن ما فاتكم فأتموا يا شيخ عبد الله. لكن حدود الإسلام التي نص عليها القرآن وقال فيها ربنا ولا تقربوا الزنا، مثل أن يتطرق الحق جل وعلا إلى كلمة المحارم وجعل الزنا بالأجنبية من أكبر الكبائر. إذا أنت تقيس قياسا فاسدا، هداك الله تعالى لتتعلم وتعرف قبل أن تصدر الفتوى. كفانا ما يحدث للمسلمين شرقا وغربا، كفانا ما يحدث للمسلمين شرقا وغربا، ولتعلموا جميعا أن الله عز وجل لم يوكل لأحد التحدث عن دينه سوى الأنبياء، وأن الدين كامل منذ أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقال ربنا قد فصل لكم ما حرم عليكم. طيب شيخ عبد الله هنا، طيب شيخ وائل، من باب العدل أنك تعطيني أتكلم مثل ما تكلم. تفضل تفضل، ما أنا سايبك تتكلم، تفضل شيخ عبد الله تفضل. أولا كلام الشيخ صبري هذا كله تهريج ليس مبنيا على الدليل. القياس الذي يتكلم عنها أنا أعرف منه بالقياس. القياس الحق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، ونعرف أصول الفقه. استدل بالقرآن ولا تقربوا الزنا، في القرآن أيضا فويل للمصلين، من هم المصلون الذين توعدهم الله بالويل، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها. والله يقول في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الصلاة لها بداية ولها نهاية، لها بداية في دخول الوقت لا يجوز أن نصليها قبل الوقت، ولها نهاية لا يجوز أن نتعمد أن نترك الصلاة إلى خروج وقتها. الصلاة أخي الكريم أهم من الحج. الحج لو حج إلى بيت الله الحرام قبل يوم عرفة ما قبل منه حجه، لأن الحج مؤقت بوقت. رمضان لو أفطر قبل أذان المغرب بدقيقة أو دقيقتين، ما حدش هيختلف معاك يا أخي اسمع كلامي، في أن الصلاة هي عماد الدين، إنما الكلام عن إن يا أخي الكريم زنا المحارم أهون من ترك صلاة الفجر. يا أخي تعمل علاقة مع أختك، مع أمك، مع بنتك أهون من ترك صلاة الفجر. هتشجع من يرتكب هذا الإثم ويقولك ايه يعني، وكأن انا سبت ركعتين للفجر ايه يعني. انتم تشجعون هذا كبر، ترك صلاة الفجر خطير. نعم افهم دينك، انت ما تصلي الفجر. انا اكثر الناس اليوم في انا بلد. افهم ديني. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش، قال ملع الله قبورهم نارا اشغلونا عن صلاة العصر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة الفجر. هل انت للتأكيد على ان الصلاة عماد الدين فعلا، هل تحتاج انك انت تهون من زنا المحارم؟ لا انا اعظم صلاة الفجر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. الموضوع خطير يا اخي وائل والشيخ صبري، عظموا أمر الصلاة، بينوا للناس أمر الصلاة وخطورة النوم عن الصلاة. الناس يقومون بأعمالهم ويقولون
لأشغالهم. ثم بعد ذلك نستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نام بعد عودته من غزوة خيبر وأمر بلالا أن يحرس الليل لهم، والشيطان حضرهم في ذلك المكان وأمر صلى الله عليه وسلم بتغيير ذلك المكان، وصلوا في مكان آخر وانفجع الصحابة لتلك النومة، وانفجع النبي صلى الله عليه وسلم معهم وعظم أمر النبي وأمر الصلاة عليه الصلاة والسلام. وأول ما يقاسب عن العبد يوم القيامة عن الصلاة. شيخ عبد الله، بس يعني أنا بس يا جماعة أنا هاخد تعليق من الشيخ صبر عبادة وهسمعك تاني، يعني علشان في أيضا فتوى لك سابقة أو كلاما أثار جدلا شديد. الشيخ صبر عندك تعقيب على الكلام ده؟ يعني هو يبدو أنه الشيخ يعني مصمم على أنه هو ده صحيح الدين وصحيح الإسلام. يعني أولا أنا بقول للشيخ عبد الله اللي بكلمه بالقرآن والسنة بيقول تهريج، وأنه يعرف القياس، وأن اتحاد العلة لشرط من شروط القياس. أي علة في بين صلاة الفجر وبين علاقة الزنا بالمحارم كما قلت؟ أنا الحقيقة مش عارف الحقيقة. أنا إيه العلة؟ يعني بعد أقول يا مثبت العقل، يعني ما إيه علاقة التهوين بالنون من زنا المحارم علشان التهويل من وهو تهويل مشروع يعني من ترك صلاة الفجر؟ يعني نعم يعني حث الناس على صلاة الفجر لكن مش بمكافأة من يتورطون في زنا المحارم. يا أستاذ وائل تفضل. أنا بقول للشيخ عبد الله هو بيقول إنه عالم أصول فقه، وأنا أتأكد تماما من كلامه أنه لا يعرف عن أصول الفقه شيء، لكن القياس عندنا في أصول الفقه اللي درسناه في الأزهر الشامخ بيقول اتحاد العلة بين طرفي القياس، يعني العلة الوحيدة تكون موجودة علشان أقيس الاثنين على بعضهم. أنا بقول له ما هي العلة التي تجيز لك القياس بين زنا المحارم وبين ترك صلاة الفجر عامدا وصلاها بعد أن استيقظ من نومه، مع أن بين أيدينا حديث صحيح رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحلم، وعن المجنون حتى يفيق. أنا عاوز أقول له بقى قس لي وهات لي الدليل من القرآن والسنة. هو حتى بيقول أهل العلم. طب قول لنا مين من أهل العلم قال هذا الكلام، وبعدين شيخ صاحب بيقول لك هات لي الدليل من القرآن والسنة. يا شيخ عبد الله اتفضل. طيب الشيخ والله ما تخليني أتكلم من الشيخ صبري أتناقش معك المسائل، يعني تكلم كلمة وأرد عليه ترد علي أستفيد منه والله، لأنكم والله أنتم أهل العلم أهل مصر، ولكم الفضل ولكم المكان ولكم المنزلة، لكن لا يكون كلامه إنشائيا بدون دليل، نحتاج إلى الدليل. أنا أول ما تكلمت في هذه المسألة ذكرها ما نصوا على زنا المحارم، لكن ذكر مثل هذا الكلام ابن القيم وغيره من أهل العلم أنهم نصوا على أن ترك الصلاة أشد من الزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. هذا ذكره ابن القيم رحمه الله، ذكره كثير من أهل العلم. وثانيا مثل ما قلت لك قضية الصلاة اختلف فيها المحققون من أهل العلم إذا ترك الصلاة عمدا، بل بعضهم قال إذا ترك فرضا واحدا عمدا متعمدا حتى يخرج وقته فإنه يستتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال معلش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. صحيح على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر الإمام النووي الخلاف في هذه المسألة على شرح مسلم وبين ذلك. طيب ذكر الأقوال وذكر الأدلة. لا لكن قضية الزنا سواء بالمحارم أو غير المحارم لا يمكن أن يكفر أبدا، هي شهوة معصية من المعاصي يقتل. صحيح يعني لو زنى أحد بأخته أو بأمه عافانا الله وإياكم فإن الحكم عليه بالقتل، يقتل حدا في يعني من باب التعزير، بخلاف لو وقع في الزنا بغير المحارم انه اذا كان يجلد واذا كان غيبا يرجم. طيب وهذا المقصود يا اخي الكريم. طيب شيخ عبد الله بس عشان كان ليك ايضا فتوى تانية في تحديد عورة الرجل، يعني انه الكفين والوجه فقط. يعني هذه خلها موضوع ثاني. ما نسمعها موجودة عندنا يا جماعة نسمعها. الرجل عورته بين الرجال
ترى ما يجوز انه يبدي الا الوجه والكفين بس. الصدر ترى عوره، والبطن عوره، والفخذ عوره، حتى مثلك مثل المراه بين النساء. عبد الله هو الكلام واضح، يعني انت بتقول يعني طب ما هي كده ملابس الاحرام بقى نعمل فيها ايه وال لا يا شيخ هي وانا لو لبست قميص نص كم او يعني في لا لا لا, لا, لا المقصود كان الكلام كان الحديثي هم اخذوا جزء من كان جزء ايه ما الكلام واضح اهو انت بتقول لا 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 لا, لا مقطع الكلام مفيش فيه اقتطاع يا شيخ عبد الله السلام كان ارحمونا بقى من الفتاوى القادمة. هل الفتاوى القادمة من يا 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 شيخ عبد الله يعني هل هذه الفتاوى الهدف منها يعني انها تعمل حالة البلبلة والفتنة في المجتمع بهذا الشكل؟ لا الناس بتتقدم للأمام واحنا قاعدين نقول الناس بتتقدم للأمام بتخترع علاجا للسرطان وتحاول ان تجد علاجا للأمراض المستعصية والمزمنة واحنا قاعدين نجر الناس الى يعني كلام من هذا النوع وفتاوى بهذا الشكل واحنا ليه بنتخلف ما عشان كده يا شيخ عبد الله يا اخي الكريم انتم يا اهل مصر متقدمون في العلم مئات السنين ما وصلتوا الى درجه اهل اليابان في الصناعه والعلم والتقدم التكنولوجي وما شابه ذلك نتمنى ان الصناعه في مصر الطائرات و الطب والدواء وما شابه انت قاعد تشغلنا بانه هتلبس قميص نص كم حرام ولا هتعمل ايه يعني هل ستتوقف الصناعه في مصر على فتوى او على كلمه لواحد او ما شابه ما هي مش فتوى ما هي في سلسله سلسله فتاوى بتجرنا الى الخلف بهذا الشكل وبعدين هنا بتدي بتسهل زنا المحارم بمقارنته بترك الصلاه يعني ترك الصلاه اعظم ترك الصلاة يدخل في باب الكفر. الله يعني لا تحتاج لمقارنة بزنا يعني لا تحتاج إلى أنك تستسهل أن يقيم الشخص علاقة مع أمه أو أخته أو بنته. يا وائل أيهما أعظم؟ بترك صلاة الفجر، يعني أنت بتتكلم عن ترك صلاة الفجر. صلاة الفجر عمدا يا أخي أتظن صلاة الفجر سهلة. هو أنا اختلفت معاك في أن الصلاة عماد الدين وأن احنا لابد أن نحث الناس على تعظمها وعلى قيمتها وعلى الله يقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فرق الحكم عند وجسد الرجل العوره ده يعني نعمل ايه بقى في ملابس الاحرام ونعمل ايه في الناس اللي لابسه صيفي كده كان الكلام يا شيخ عن المساج عن لمس الجسد ايه النظر عن المساج ما انت قلت مساج يا شيخ انت بتقول الوش والكفين يا شيخ يا شيخ عبد الله ارحمنا انت قلت مساج ما قلتش لا ارجع الى الحلقه باكملها كان الكلام عن المساج وعن انت قلت الراجل ما يظهرش منه الا الوش والكفين هو ده محتاج حد يلعب لك في الكلام مش محتاج حد هيمنتج او هيقطع كلام يا اخي مقتطع الكلام مقتطع من جزء من كلام اخر اقتطع ايه ما هو جمله واحده ايه لا يظهر منه الا الوجه والكفين اقتطع ايه اللي اقتطع ايه قلته وشلناه كده يعني يا شيخ كان الكلام في الحلقه عن المساج ارحمنا بقى شيخ عبد الله بقى ارحمونا بقى يا جماعه ارحمونا بهذه الفتاوى المضللة اللي بتشغلنا عن ما يجب أن ننشغل به ونتقدم به إلى الأمام ارحمونا بقى قدم وأشكر الشيخ صبن على أخلاقه وأدبه وجميل علمه جزاكم الله خير أخلاقي بس ده أنت تشجع على زنا المحارم وتحدثني عن الأخلاق تشجع يعني عورة الراجل ده جبتها منين من أهل العلم يعني واجتهد صلاه الفجر، راجع كلام السيد وكلام ابن القيم وراجع ايضا فتاوى المتاخرين الشيخ الالباني انت درست في اي درست في اي جامعه اسلاميه شيخ عبد الله؟ يعني انت لك اسم وباع ولك اتباع وانصار وناس تاخذ بفتاويك يعني بس
درست في أي جامعة إسلامية أو في أي معهد إسلامي أو في أي شيء؟ درست في كلية الشريعة في الرياض. كلية الشريعة في الرياض؟ إيه، جامعة الإمام محمد بن سعود التي تعتني بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. طيب، أنا بشكرك يا شيخ عبد الله، وأتمنى إنك ترحمنا من هذه الفتاوى اللي بتقودنا إلى التخلف والفتنة والتمزق. الناس بتفكر كيف تبني وتفكر كيف تجد علاجا لأمراض لا يوجد لها علاج، وكيف تستخدم وسائل التكنولوجيا. انت هتلاقي ماسك في ايديك ايباد وبتستخدم وسائل التكنولوجيا اللي اخترعها الغرب، اللي بيفكر بعقلية الامام، واحنا مصممين نشد الناس ونجرهم الى الخلف ونشغلهم بفتاوى من هذا النوع. يعني بشكرك شيخ صبر. عايز تقول تعليق؟ ده بلازم نقول تعليق للشيخ عبد الله. ان الرسول صلى الله عليه وسلم روى الامام البخاري ومسلم في حديثه عن سيدنا عبد الله بن عمر ان رجل دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الداخل علينا من اهل الجنه. فتبعه سيدنا عبد الله بن عمر وحكى الصحابي الجليل عن الصحابي الذي بشر بالجنة من فم رسول الله، فقال أنه في حالات الرجل، ويحكي عن حالات الرجل، وكان ينام ولا يصلي الصبح، أي تفوته صلاة الفجر في جماعة، وبشره النبي: لعلنا نفهم المغزى من الصلاة قبل أن تكون حركات تؤدى وشكليات وعلامة صلاة فقط. ولكن الشيخ عبد الله خصص كلمة الفجر ليجذب إليه التابعين وأصحاب الشهوات. هذه هي الأولى. الأمر الثاني في الفتوى الثانية وهي باطلة. صح، هو بيجذب أصحاب الشهوات بده، يعني يا فرحتهم اللي بيعملوا زنا المحارم، هيقول لك لقد وجدنا ضلتنا في الشيخ عبد الله، أهو أفتانا. تفضل. عاوز أقول للناس بقى إن الصحيح في الإسلام ليس الاسم على المفتي او القائل الفتوى، ولكن الاسم على من استفتاه، لانه استفتى جاهل لا يعرف عن الدين شيء. طيب، عشان الرجل لم يعد، طيب لانه الرجل مش معانا دلوقتي، فانت بتقول من استفتى. شكرا شيخ صبري.